نحن هنا متواجدون بمصفاة الجزائر التابعة لمجمع سوناطراك. الكل هنا يعمل بشكل عادي. المفاجأة، الإعلان عن تسرب مواد بترولية. Au niveau de la raffinerie, à 10h, on a reçu un appel d'urgence nous informant que une fuite importante suivie d'un feu au niveau d'un bac de carburant. Une fois l'appel reçu, l'équipe d'intervention s'est préparée et sortie sur site. La première attaque a été faite par un camion. En ce moment, le chef de car a ordonné d'envoyer d'autres camions pour circonscrire le feu dans les médias. هنا نعيش تمرين محاكاة بوحدة تخزين المواد البترولية. هذا التمرين يندرج في إطار المخطط السنوي اللي دارته سوناطراك. لازم نديروا هذا التمرين باش نشوفوا مدى جاهزية الأفراد الأمن ديالنا الداخلي لمصفات الجزائر. ومن بعد لكن ما نجمناش كيما اليوم درنا تمرين باش كون بلي ما نجمناش نطفوا النار حنايا، دونك درنا تفعيل مخطط المساندة المشترك مع مجمع سوناطراك. الوقت يسابق رجال أعوان السلامة والتدخل التابعين لشركة سوناطراك. الكل يسرع لمحاصرة المواد المسربة وانتشال المصابين. Après le sinistre, les victimes, ils disent maintenant la protection civile. Au point de rassemblement des victimes. À le point où il sera l'identification des victimes. نحن متواجدون بالنقطة الأولى أن يتم إجلاء المصابين في الحادث، وهنا يطرح سؤال: كيف يتم التعامل معهم ومن يقوم بإسعافهم؟ بعد التعرف على حجم الإصابة ينقل المصابين إلى المستشفى الميداني أين نجد معدات متطورة. الكل هنا يعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. Après que les malades ont été tous triés et catégorisés au niveau du PRV, ils seront tous emmenés ici au niveau du PMA, post-médical avancé, afin de les mettre en condition pour les évacuer au niveau des hôpitaux en catégorisant les malades en urgence absolue et urgence relative, afin que les ambulances et les équipes médicales peuvent les évacuer en toute sécurité. تمرين المحاكاة هذا يبرز مدى جاهزية عمال السلامة والتدخل، إلى جانب السماح للمتدخلين من اكتساب خبرات إضافية تساعدهم على تأمين محيط العمل وتحديد المهام في حالة تهديد حقيقي.